عشان انا عندي هقول لك والله مش مبالغه نص قلبي اليمين ونص قلبي الشمال ادم وحسين. دول اللي صعب حياتي تبقى يعني اقول لك اخد حد فيهم في طريق او اخد حد غيرهم اصلا في طريق. صعب يعني ما ينفعش الزوجه تضحي عشان الام تكمل. شوفي لو الزوجه مش موجوده ما كانتش هتبقى ام، لو الزوج مش موجود ما كانش هيبقى الام دي ام اصلا. فلازم ناخد الاثنين معانا. ايه اليوم اللي افتكرتيه ابيض وطلع في الاخر اسود؟ عشان نروح لفقره الاسود. اليوم اللي افتكرته ابيض، بصي هو يوم كان صعب قوي قوي عليا. مش هقول لك اني كنت فاكراه ابيض عشان حاجه، بس هي كانت والدتي الله يرحمها يوم وفاتها. هي توفت في المستشفى وانا كان عندي امل لاخر لحظه انه تخف. بس ربنا اختارها وده اجلها في الاخر، فده كان يوم صعب قوي قوي قوي. تحبي تقولي لها ايه؟ احب اقول لها كان نفسي اعملي كل حاجه في الدنيا ما قدرتش اعملها لك للاسف. يعني هي متوفيه بقالها كام سنه؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. قبل قرارك ان انت تقلعي الحجاب؟ لا بعديه بحوالي سنتين. لا سنتين ايه، ده بعديه بكتير قوي. بعديه يمكن بست سنين سبع سنين. بس هي تعبت، ابتدت في مرحله التعب يعني للاسف قعدت كتير تعبانه. قعدت حوالي اربع سنين وتعبانه وما فيش علاج للاسف. بس انا كان عندي امل، كنت في يعني ما زلت متمسكه بالامل، بس ربنا يرحمها يعني ده قضاء ربنا اللهم لا اعتراض عليه يعني. طيب اللي افتكرتيه اسود وطلع ابيض؟ يوم كنت بولد كنت مرعوبه. كنت فاكراه يوم اسود وطلع ابيض؟ قعدت العمليات انا كنت خايفه جدا جدا. وبعدين قعدت، عايزه اقول لك والله العظيم وانا في اوضه العمليات نص ساعه عشان يدوني البنج بس. طب لا خلوه بنج نصفي، لا طب بلاش بنج كلي. وعندي فوبيا وضغطي ابتدى يعلى وكان لازم اولد يعني خلاص البيبي كان لازم يولد. عندك فوبيا من ايه؟ من اوضه العمليات عموما.